ثانيا هو لا شك انه التعاون بين الزوجين مطلوب، تمام، بل اصبح التعاون بين الاسرتين في تكوين الاسره. يعني كان زمان استاذ احمد العروسه او العروس يعني الزوجه كانت تروح بيت زوجها بشنطه ايدها بس، واخده مهر تحطه بقى في اي حته هي حره فيه. ده امتى زمان؟ ايام الرسول. ايام الرسول وبعديه حقب عديده وما تزال في بعض البلدان. بس في مصر ما عندناش كده. في مصر في كثير من عاداتنا اصبح عشان التيسير اصبحت اسره الزوجه بتشارك وتساهم في التاثيث، ربما حتى تدفع اكتر من لان الشقه في حد ذاتها بقت يعني وزن تقيل، العريس هو اللي بيشيلها. واصبح بعض الاسر بتوفر الشقه للبنت، يعني بتوفر شقه لبنتها المتيسر. فهي الدنيا فيها تعاون، ما عندناش مشكله فيه خالص. لما بنوصل الى ان احنا بمختصمين يبقى نتكلم بقى، انما لو في تعاون لا هو من غير التعاون ومن غير الاختصاص. هي فكره ان يعني لو هي قالت له انا بشتغل ومن حقي دخلي. انا مش بتكلم على الورث، بتكلم على طبعا نتيجه عملها اللي هي بتستقطع من وقت البيت. خلينا